شوف الراجل ده انت مين يا راجل ايه ايه اللي انتوا عاملينه ده المحل ده انت مين انت ايه اللي انا مين انا ده انتوا اللي مين اعرف اهو يا عم بس استنى فيه ايه اتكل على الله فيه ايه يا عم اتكل على الله انا من هنا فيه ايه مش تفهم اتكل على الله استنى احترم الست طيب ايوه يا ست هانم ايه اللي يحصل انتوا عاملينه يا هانم دلوقتي ده فرح مسعه ده بنت يتيمه ودهشان اهو احنا مالناش دعوه بالصيده ولا بدهشان ايوه المفروض ما تبقاش قدام المحل اول ما بنذبح الفرخه بنمشي انا ماله امال الفرخه انت اللي ما مشيتش من هنا انا اللي هخليك فرخ انا تخليني فرخه ايوه طبعا طب سلم على دهشان ماليش دعوه ولا بدهشان ولا بدهشان انا ماليش دعوه بالكلام اللي انت بتقوله ده خلاص خليكم اتفضل من هنا يلا نفضل ليله تخلي يلا يلا على خير يلا شفتي؟ ايوه عشان انت تيجي تعدي على الخير انا ايوه ما تعمليش هنا هيصه يا بيه انت يعني فتوى اتفضل اتكل أيوة على الله يعني فتوى ايوه فتوى يعني يا بيه بقول لك ايه اتفضل انا صاحبة محل وانا اللي بتكلم معاك اتفضل أيوة انا المسؤول ايوه اتفضل مع السلامه انا قلت لك خد قرايبك وامشي من هنا الهانم بتتكلم انا بكلمك برضه خد قرايبك وامشي من هنا بس مش عايز اوضحها ما توضحليش حاجه مش عايز اسمع بنت يتيمه ايوه كانت وجعت من على السلم جالها بطحه في دماغها انا تعبان يا عم احنا مالنا من البيت انا قدام محلي ما تعمليش رئيس ما احنا بعيد عن المحل لا قدام اهو نبعد الكرسيين دول ماليش دعوه كله يبعد من هنا دلوقتي حضرتك الست دي هي بتكلمنا باحترام دولك عمالين يشتمونا لان كنت ما ينفعش معاكم الخناق ودهشان عايزين نعمل الليله ونتكل على الله ربنا يتمم بخير ده ساعتين حضرتك مفيش حاجه كلمهم بقى يا مدام كل الناس بتعمل افراح عبالك مفيش حاجه اسمها عبالي عبالي ازاي يا ست الناس دي ما ينفعش معاهم الزور استنى انت دهشان ولا مش لا دهشان ولا مش صحيح حضرتك اخترت لا دهشان ولا مش اتفضلوا مع السلامه يعني ده فرح تجلبه ميتم انا بقول لك دلوقتي بكلمك بالراحه اذبح الفرخه انا بلا فرخه بلا نيله بقى اتكل على الله بقى انت بتزقني يا عم اتكل على الله خلينا نتعدى على خير اتفضل طب يا بيه اتفضل يا هانم خلي الاخ ده ما يجربنيش ما هو لا خليه يصرف معاك الوقت حاجه اتفضل اتكل على الله يعني يصرف ما ترضي ايوه اه ترضى ترضى ده كرمك ده ايوه اه ده كرم بدل ما تفرج شربات عشان دهشان ومش بعدين المره الجايه ان شاء الله تفضلوا بقى مع السلامه لا انا بقول لك اتفضل على الله ايه بقى ما تصرف ليلتكم ديت وتخلي الليله تعدي طب ما تقولي له هو ليلتك تعبت انت لا خلي ليلتك لا ازاي بقى انت جايه محل لا ما انا ماله قول لهم هم ما حضرتك كذا مره يحصل لها ده بتزعل البنت ليه انا ما فيش قول لباباك ولا قريبك دوت ياخدهم من هنا ويعمل ما النوادي ماليه الدنيا انا بعمل ده لله النوادي والاسطوحه ماليه الدنيا اعمل احط على سطح على سطح فين حضرتك انا ماليش دعوه احنا في عزبه كلها دور واطي كلها اتصرف بدل ما اجيب لك الرجال انت مين انا صاحب المحل طب احنا صاحبين الفرح اصحاب الفرح ايوه احنا صاحبين يا عم زغرت يا عم بس يا ابويا بس فيه ايه حفله ايه اللي فيه ايه اللي انت عامله فرح مسعد او دهشان دهشان مين ومسعد اهي مسعد اهي انا اعمل ايه مسعد او دهشان بتوع الدور احنا مش عايزين نغلط ببعض بعد اذنك يا ابا تغلط بتاع ايه انت اللي انت عامل الغلط في حضرتك لا احنا في عزبة قنوس هنا انا مال انا ومال قنوس ومال زفت انا اعمل له ايه قنوس اهي العزبة اهي يا ابا اتكل على الله في عرض النبي حضرتك ما تزقش بص حضرتك الفرخة عمالة تقعد حرام بتخبط فيها بتخبط فيها يا ابا الناس بص يا عمي احنا نذبح الفرخة ونمشي ما تخليش انا دماغي تزقزق معاك دماغك ايه؟ تزقزق معاك يعني ايه دماغك تزقزق؟ السلام عليكم في ايه؟ السلام عليكم هشام ايوه فرح مسعد ده هشام متشكرين اصل احنا جايبين هنا على عنوان حضرتك يا بقى عنوان مبروك
العنوان حافظ ده في عربيات جايبه، في عربيات نجل جايبه وجايبه ناس معاهم البلد. يابا ما تخلينيش يعني، هخليها تبقى يعني لنا مش كويس. يعني هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هقول لك ميت مش فرح. ليه حضرتك ليه؟ ايه يعني؟ ايه فيه ايه؟ خلي ليلتك دي تعدي بقى. انا اللي ليلتك تعدي؟ ايوه. وانت ايه اللي جايبك هنا؟ ما شفتش انا حاجه انا غير كده يعني، جنبي محله على رصيف. انت مش مكسوفه وعامله لك فرع على الرصيف؟ امال اعمله فين؟ دي تالت مره نعمله ويبوظ حضرتك. اقعد يا بنت. تالت مره يا مسعد. مسعد اقعد يا اقعد. مش نصيب يا مسعد. بارك لدهشان ومسعد ونمشي. يا عم الف مبروك. بارك له بارك. الله يبارك فيك. بارك للبيت. بارك للبيت. مبروك يا عروس. مبروك. مبروك يا مسعد. نصيب الناس بتاعتك واتاكل على الله من هنا. يا معلم مش عيطر. اتكلم عشان هو ما فهمش. ايه يا عيطر ولا الناس دي انت ما عرفهاش؟ يا ما معرفش حتى انا مالي ومال عيال. الناس مقصله دي اهو. مقصله مقصله يابا. ما احناش من الشارع حضرتك. يابا اتاكل على الله. يا حضرتك اقعد يا اخي. اقعد يا اخي. اقعد يا اخي. اقعد الراجل زعلان خلاص. الله ولا خليها ليلة انا بقى يعني دماغك زقزقه معاه. ايه زقزقه يعني؟ يعني انت مالكش يعني لو زقزقت هتبقى وحشه عليك. شوف يا بيه ماله ده. انا اعرف في حد بيعمل فرح يا استاذ على رصيف جنب المحل. عادي كل الناس بتعمل افراح كده. عادي ايه؟ عقبالك. انا يا عم الحمد لله متجوز. عقبال اولادك يا عم. تعيش بس مش على الرصيف. مش جنب المحل. كل الناس بتعمل كده. مفيش حاجه. بتعمل ايه؟ مفيهاش حاجه. انت بتعمل فرحك على الرصيف؟ عادي لسه عامل لابني امبارح كده. لابنك امبارح؟ اه ليله امبارح. اه ايه اللي جرى في الدنيا؟ يا مفيش جرى حاجه. لهم مبروك. دقيقه يا عم. مبروك يا علي. مبروك. اهو. ايوه كده. ايوه كده. انت راجل اصيل. الله يكرمك. انت راجل اصيل. تعيش. انت راجل اصيل. يلا بقى يا ايوه ربنا يخليك. الله يكرمك. هي دي الشهامه. شكرا. هي دي الرجوله. وبعدين نسمعهم بزيك يا ربنا يخليك. وبعدين يلا يا رجاله دقيقه. مش رقصت وفرحتهم يا عم؟ ده انا ما رقصتش دقيقه يا عم. ارقص بقى انت هناك. البنت دي يتيمه والواد ده عيان غلابه الاثنين كده بقى. الزقزق تاني معاك دي. هتعمل ايه يعني؟ عمال تقول تزقزق 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 يعني ايه؟ تزقزق مش تعرف انت ايه اللي حياتك؟ هيحصل ايه يعني؟ ولا تقدر تعمل حاجه ولا انا واقف في الشارع. واقف في الشارع انا يا عم. اتكل على الله. اما انا متكل عليه يا عم. اتكل على الله. شغل المزيكا. لا 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 يا حاج اوعى يابا. يابا نشوف ايه الحكايه. حكايه ايه يابا؟ كل واحد قاعد يزعق لينا. ايه ده اللي انتوا حاطينه ده؟ انا مش فاهم. انا عم ايه اللي انت عامله ده؟ اللي زعيك يابا دلوقتي يابا لو سمحت ممكن افهمك عشان تبقى فاهم. ما هتفهمني ايه بس يابا؟ يابا فرح مسعد. مسعد مين يابا؟ يابا لو سمحت انا ما اقدرش حضرتك. لو سمحت ايه يا عم؟ انا بكلم انت. انا بكلمك بالادب. ايه الغلط اللي عملناه؟ انا عم ايه اللي عملت يابا؟ انت ايه اللي واخد المحل اهو والباب هنا يعني الناس تعدي ازاي تخش ازاي؟ طيب يابا لو سمحت اتكل على الله. انا ما اقدرش امشي من هنا. لا اله الا الله الا لما نذبح الفرخه. مش تيجي يا عم انت؟ ما هي الفرخه تنتبه نمشي. ليه يا عم الفرخه تنتبه؟ الفرخه بعيد يا عم. ما هو ده يا عم. ده تهزرت لنا الدنيا. بلد سلو بلدنا حضرتك. يا عم سلو بلد مين يابا؟ معلم اسعيطر. نقدر نمشي؟ اسعيطر مين يا عم؟ احنا مالنا؟ اسال اسال يابا. نقدر نمشي؟ يا عم يا شريط نصب ولا ايه الحكايه؟ يا شريط نصب اتكل على الله يا عم. امال انت ايه جاي بعد ليه؟ امشي لحد اللي بتجي على الله. عندك ساعتين ونمشي. نعملوا ايه طيب حضرتك في الناس اللي جايين؟ ناس لا اله الا الله. ناس اللي جايين يابا. نغلط معاك. مش عايزين نغلط معاك. انت راجل مؤدب يا عم. طب احنا الادب انا فعلا حبيت حضرتك لانك شبه حسام ابو يا عم. حسام مين انت؟ حسام انت هتحبنا احنا مالنا ومالك يا عم؟ احنا نعرفك. انت شفتنا قبل كده يا عم؟ يا عم احنا نعرفك.
دلوقتي يابا اكلم مين فيكم؟ اكلم مين فيكم؟ نعم اتفضل اكلم مين فيكم؟ اتكلم يابا خلي ليلى تعب يا بيه خلي الصغير ده يا صغير يا عم يا صغير وكبير ايه يا عم يابا انت شايف صغير يعني هو ايه صغير ايه؟ ايه صغير وكبير يعني؟ يا عم مفيش حاجه يا عم الله يا عم الله يابا استنى اشوف العروس اشوف العروس انت اللي جايبكم هنا انت اللي جايبني ايه يا عم؟ 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 انت اللي جاي